السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولنا لقاء جديد في درس جديد مع الصرف والتحويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثنى صياغته، نقرأ النص: الهاتف المحمول والهاتف الثابت. طلب المدير من الضيفتين الكريمتين ليلى وسعاد التحدث عن الهواتف. أجابت ليلى: يعتبر الهاتفان الثابت والمحمول وسيلتين تواصليتين لأنهما مشتركان في التواصل. ردت سعاد: لكنهما مختلفان، فالمحمول يرتبط بالفرد بينما الثابت غالبا ما يرتبط بالجماعة. ختمت ليلى كلامها: أحب الهاتف المحمول لأنني أتلقى به مكالمتي أبي وأمي. عند ملاحظتنا لهذا النص نرى أن هناك مجموعة من الكلمات مكتوبة بلون مختلف: الضيفتين الكريمتين، الهاتفان، وسيلتين تواصليتين، مشتركان، مختلفان، مكالمتي. كاين عندنا جوج انواع ديال الكلمات هنا. عندنا اللي مشتركين في الياء، عندنا اللي مشتركين في الياء والنون، حال الضيفتين الكلمتين، وسيلتين تواصليتين، وعندنا اللي مشتركين ألف والنون، ألف والنون، والألف والنون، وعندنا واحد النوع آخر اللي ما فيهش النون، مكالمتي. هنا غادي نقسموهم لثلاثة ديال الأقسام، غنديرو اللي فيهم ألف والنون هما الأولين. يعتبر الهاتفان اللي هما الثابت والمحمول، الواو تدل على علامة زائد، إذن عندنا إلا بغينا نفرقو هاد الهاتفان الثابت والمحمول غادي نقولو يعتبر الهاتف الثابت والهاتف المحمول. يعتبر الهاتفان الثابت والمحمول، هي جملة ديال يعتبر الهاتف هو الهاتف المحمول. يعتبر الهاتف الثابت والهاتف المحمول. إذن الهاتفان تساوي لنا الهاتف زائد الهاتف، الهاتف زائد الهاتف، والواو هي زائد. إذن يعتبر الهاتفان اللي هما الهاتف واحد زائد الهاتف اثنان، الهاتفان الجمع ديال الهاتف زائد الهاتف هاتفان. لأنهما مشتركان في التواصل، لأنهما مشتركان على من نتكلم هما؟
نتكلم عن الهاتفان الثابت والمحمول. كما قلنا الهاتفان هما اثنان، إذن هما أيضا مشتركان، عندهم خاصية يشتركوا فيها، مشتركان في التواصل، التواصل مع الآخر. هما بجوج كيديروا لنا هذه الخاصية. لأنهما مشتركان في التواصل، درنا لها التفكيك، فككنا الجملة ولات لأن الهاتف الثابت مشترك في التواصل والهاتف المحمول مشترك في التواصل. إذن اختصرنا هاد جوج سطور في سطر واحد. مشترك زائد مشترك كيساوي لينا مشتركان. واضحة عندكم الفكرة ديال المثنى؟ المثنى هي اثنان، واحد زائد واحد تساوي اثنان، هاتف زائد هاتف يساوي هاتفان. والخاصية ديال هاد المثنى عندنا الألف والنون. ولماذا هنا ألف ونون؟ لأن يعتبر الهاتف يعتبر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الهاتفان فاعل مرفوع، نحن نعلم جيدا بأن الفاعل دائما يكون مرفوعا بالضمة، ولكن عند في المثنى يكون مرفوعا بالألف والنون. علامة رفع الفاعل في المثنى ألف ونون. يعتبر الهاتفان فاعل مرفوع بألف والنون المثنى، لأن من أخوات إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. مشتركان هو خبر لأن، إذن مشتركان مرفوع بألف ونون الاثنين. ننتقل للقسم الثاني من هذا الدرس. كما ترون طلب المذيع من الضيفتين الكريمتين. الضيفتين الكريمتين، من هاتين الضيفتين؟ ليلى وسعاد. إذن سوف نفكك هذه الجملة. طلب المذيع من الضيفتين الكريمتين ليلى وسعاد التحدث عن الهواتف. فككنا هذه الجملة وقلناها طلب المذيع من الضيفة الكريمة ليلى ومن الضيفة الكريمة سعاد التحدث عن الهاتف. عن الهواتف شنو بالنا؟ أولا بالنا بأن كاين تطويل في الجملة، الجملة طوالت. ملي درنا الضيفتين الكريمتين نقصنا من عدد السطور. إذن الضيفتين الكريمتين هي الجمع بين الضيفة الكريمة والضيفة الكريمة سعاد وليلى. والواو يمثل لنا علامة زائد. الضيفة الكريمة زائد الضيفة الكريمة، طبعا الضيفتين الكريمتين. دائما ما نحتفظ بالتاء المربوطة تصبح مبسوطة. الضيفة دائما نركز عن التأنيث والتذكير، يعني إذا كان الكلمة مذكر الهاتف هاتفان، الضيفة الضيفتان أو الضيفتين. هنا علاش درنا الضيفتين؟ لماذا ما درناش الضيفتان؟ عندنا طلب فعل ماض مبني على الفتح، المذيع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، من حرف جر، من حرف جر، الضيفتين إعرابهما اسم مجرور
ونحن نعلم جيدا بأن الاسم المجرور يكون مجرورا بالكسرة. أين الكسرة هنا؟ ما هي علامة إعراب الضيفتين؟ عندنا الياء، الياء هي الضيفتين اسم مجرور وعلامة جره ياء الاثنين، يأون يأتي. إذن الاسم المثنى يرفع بالألف والنون وينصب ويجر بالياء والنون. أكلت، نا أكلت، أكل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. تفاحتين، اثنان تفاحة زائد تفاحة، تفاحتين مفعول به منصوب بياء الاثنين نيابة عن الفتحة، ينصب نيابة عن الفتحة بالياء والنون. نستنتج يرفع المثنى بألف ونون وينصب ويجر بالياء والنون. أما في جملة لأنني أتلقى به مكالمتي أبي وأمي، فهنا يمكن أن نفكك هذه الجملة مكالمة أبي ومكالمة أمي. إذن مكالمة زائد مكالمة تساوي مكالمتين. نعرب مكالمتين لأنني أتلقى به مكالمتي. أتلقى فعل ماض مكالمتين مفعول به، أتلقى مكالمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء والنون كما قلنا في المثنى، ولكن هنا لا توجد نون. لماذا؟ لأنه وهو مضاف، أبي مضاف إليه. إذن عندما تكون الإضافة نحذف نون الاثنين. استنتج المثنى اسم يدل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى. يرفع المثنى بزيادة ألف ونون نيابة عن الضمة، وينصب هنا نيابة عن الضمة. مثلا يعتبر الهاتفان، إذن الهاتفان مرفوع فاعل مرفوع بألف ونون نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بزيادة ياء ساكنة ونون نيابة عن الفتحة والكسرة. أكلت تفاحتين، تفاحتين مفعول به منصوب بياء ونون نيابة عن الفتحة. طلب المذيع من الضيفتين اسم مجرور بياء ونون نيابة عن الكسرة. النون في المثنى تعوض التنوين في الاسم المفرد. تحذف نون المثنى في حال الإضافة رفعا ونصبا وجرا، مثل لأنني أتلقى به مكالمتي أبي وأمي. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. لنا لقاء في درس آخر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي النهاية أتمنى كل التمني والرجاء. إذا أعجبكم الفيديو بالتأكيد لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا لم تكونوا مشتركين مع تفعيل الجرس. تعليقكم جد مهمة وتفرحني كثيرا. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، ودمتم سالمين.